للمزيد ينضم إلينا من نيويورك الناشط الحقوقي اليمني والعامل القانوني لدى مركز الحقوق الدستورية في نيويورك إبراهيم القعطبي. أهلا بك سيد إبراهيم. نتحدث إذن عن حاملي الجنسية اليمنية، ما أبرز ما تم رصده من طريقة التعامل معهم في الولايات المتحدة عقب قرار ترامب؟ أولا هناك صدمة وغضب في الشارع الأمريكي، هناك العشرات من أبناء الدول التي يعني تم حظرها في قرار ترامب الغير القانوني والغير أخلاقي، هناك العشرات من ضمنهم يمنيين في المطارات في JFK في مطار كندي في نيويورك، وأيضا هناك يمنيين آخرين حاصلين على أوراق للدخول الولايات المتحدة بطريقة رسمية، تم احتجازهم في مطار فرجينيا بمنطقة واشنطن دي سي، وبعد ذلك تم تسفيرهم إلى أثيوبيا ليعودوا إلى جيبوتي إلى المكان الذي انطلقوا منه. هناك يعني غضب في الشارع الأمريكي، هناك مظاهرات بالآلاف في كل المطارات في كل الشوارع، وحتى على مستوى المحاكم أصدرت بعض المحاكم هناك قرارات بمنع هذه الحالة التعسفية. كما تعرف الآن العرب ومن ضمنهم اليمنيين المسلمين يتعرضون لإرهاب نفسي ولتعسف طيب. غير قانوني. ماذا عنكم أنتم كمراكز اليوم هو حقوقية سيد إبراهيم؟ ما الإجراءات التي قمتم باتباعها؟ هناك ليس المئات وإنما الآلاف من شبكات منظمات المجتمع المدني والقانونية الآن يوجد لها مكاتب في المطارات وفي الكثير من المحاكم، الآن يقومون برفع الدعاوى. كما تعرفين في اليومين الماضيين كانت عطلة نهاية الأسبوع هي السبت والأحد، لكن الآن في على هناك يعني بسرعة البرق المنظمات تشتغل على قدم وساق، ترصد القضايا، تقوم برفع قضايا في المحاكم. كما تعرف صدر أكثر من 4 أحكام من محاكم مختلفة في ولاية بوسطن وفي فرجينيا وفي نيويورك بإيقاف ذلك التعسف ضد المواطنين الذين يحملون الأوراق وأيضا عدم تسفيرهم، لكن للأسف الشديد طيب. تم تسفير بعض الأخوة اليمنيين الذين حاصلين على التي الأوراق التي تم التعامل معها وفق قرار ترامب. الحالات هناك من يحملون الجرين كارت هي الإقامة الدائمة تم إيقافهم، والآن حتى لا يسمح للمحامين بالذهاب إلى لمقابلتهم في المطارات أو في المعتقلات التي توجد لديهم في المطارات التي هي موقفين فيها. الآن ما زال المحامين يذهبون إلى المحاكم لإصدار قرار بإرقام سلطات المطار والبيت الأبيض بالسماح للمحامين بالالتقاء بموكلينهم والموقفين في المطارات. هناك معركة قانونية قد بدأت وستستمر في اعتقادي لوقت طويل، لأن القرار الغير قانوني أصلا قرار ضبابي ولا يوجد له آلية تنفيذية، وأيضا يهاجم الكثير، وهو قرار يعني ضد المسلمين بشكل خاص وضد الدول المذكورة كاليمن والصومال وإيران و ليبيا وكثير من الـ7 دول المذكورة في القرار، وهو قرار عنصري بكل معنى الكلمة، قرار يستهدف المسلمين وقرار عنصري يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، وهذا مخالف للدستور الأمريكي وللقوانين الأمريكية. لكننا الآن أمام حكومة في أعلى سلطة في البيت الأبيض متطرفة وتمارس تطرفها ضد والعامل القانوني لدى مركز الحقوق الدستورية في نيويورك سيد إبراهيم القعطبي، شكرا جزيلا لك.